يوم حسها كان عفشها حلة ومبورة، ومعاه كمان صندوق خشب كان أصله صحاري الصابون، فيه بنستين والمكحلة ومراية والفلاية والمطاط وحجر وليفة ومبخرة وإزازة كان فيها البخور وجوز طحون ومنخولين والطشت والقروانة والغربال ومقش شريف ومقشتين عرجون وزير وزال عقلتين ومجهول وحصيرة من سوق التلات والحب ايدها منجده ومخدتين والوش كان ضمنون في الانفتاح على رأي صاحبه والانبطاح وفتحنا مصر السلاح ملاح والعرض اصبح مستباح ونسينا حي على الكفاح اتلخبطت كل الامور وقيم كتير وعادات كتير اتغيرت من ضمنها غلو المهور البنت دي بنت امه بدعه مش عاجبه حد في مشيها اكملناها مشيت طريقها لوحدها والاسره غابت عنها مشغوله عنها بعبئها سايبينها هي وشأنها واكملناها مستهدفه الاجنبي ومعه غبي فكر لها قال اولا ترفض معيشه اهلها ترفض اوامر ربها ترمي الحياء والانتماء ورا ظهرها تقطع جذورها بنفسها او عزلها ازاي هتعرض لحمها وتبان مفاتن جسمها من ضفرها لاعلى شعره في شرعها عمل الصلاه تعرض موضات والاعلانات ماليه الشاشات بالشامبوهات والتسريحات وحاجات كتير فرحت بها تاهت ونسيت نفسها وتكلمك ربع الكلام بالاجنبي وتقول هلو بنت امه بتعه تقول هلو مرسي يا شوشو وثانكيو وكم يا توتو يلا جو وبكره بينا رانديفو وكبار شيوخ المسلمين معرفش ليه متلجمين والمسؤولين فتحوا البيبان على وسعها ام قال سلامه المها يمكن تغير فكرها وتعيش حياتها بحلوها وبمرها راح لامها يخطبها منها وقال لها بصراحه بنتك عاوزه حد يلمها وانا قدها قالت ومال البنت يلزمها الجواز شخشخ جيوبك واشتري يلا الجهاز قال اطلبي قال اتجاه الشقة قد 4 ابر احسن نابوليا في البلد وتجيبها من دمياط وتجيب نجف من غير عدد والمكنسة بصفار وتدش قبل الدش والفيديو والبوتاجاز وتجيب لها تلاجة 16 قدم وتجيب لها قبل الجواز الشنطة والمحمول وتجيب لها غسالة فول انا قصدي فول توماتيك شقتها كاملة زي اي بوتيك وتجيب لها قبل الجهاز الشبكة طقم من الذهب انا مش هقول ألماس وتجيب لها فستان زفاف من غير كمام من غير كتاب علشان يبين صدرها وتبان مفاتن جسمها وتجيب غواز تزفها واللي اسمه ايه شهر العسل في الشرم ولا الغردقة وبلاش امور البعثة ادي ادي مطلب ان كنت قادر مهرها قرب لها انا مش حميل بختها قال يا ام بتع هجيب منين انا لاني راجل مرتشي ولا احب اجيب بيتين ولا ارضى بالتقسيط الطاق بيبقى طاقين ويكتبوني شيكات او امضي على ايصالات على انها امانات وحكايه مش هي لو بس فات شهرين ما دفعتلوش قسطين بدل المحامي 2 هيجيب له رفض الشيك ومصيبه وقضيه ومش هقول لك على الارض وحاجات مخله بالشرع اما البوليس والمحكمه هبقى في نظرهم منحرف وبكسر القوانين شوف يا ام بكر انا عندي شقه محندقه معقوله ماهيش ضيقه فيها يا دوب الطين وعملت جمعيه مع ناس اماره زيكم وقبضتها 2000 وادي اللي عندي وقلت لك بصراحه وباذن واحد احد ربك هيفرجها وبتع هتريحي وتعيشي مرتاحه قالت لي ام الهند قوم فضها سيره انا احترمتك عشان الاهل والجيره بتقول لي 2000 جنيه 2000 جنيه دول ايه وانا اللي قال بفتكر بتع هتاخد بيه حافظ على كلمتك يهبل وخليك ذوق دي بتع طول عمرها دايما تبص لفوق الاحمر والاخضر وجيب حزق وبنطلونات والشعر فوق كتفها سايح وفي الكوافير مش كل طير يندبح خد دش وانت تفوق وتفوق لنفسك وتتكلم كلام موزون وفرضنا انت اللي عاقل والمستمع مجنون 2000 جنيه للغوازي ولا للمأذون في ناس كتير زيكم مش عايشه في الدنيا ما بتسمعوش الرضاوي ولا تلفزيون شفت اللي بيقدمه الحاج متولي الشقه بالعفش كامله وفلوس كتير في البنك كتبوا العرس ده غير اللبس والمصاريف شايفاه بعيني ولا واحد غريب قال لي كل المسلسل تبعته دقيقه بدقيقه
والحد بتولي الهي لم يشوف دقيقة. راجل صالح مقتلب كل البنات عاوزاه، وبتع بنتي الهي يكون نصيبها معاه. مش جاي تقول لي الشباب انا راس هم تقيل؟ قال يا امو بتع اسمعيني كل ده تمثيل. قالت له دي اسرتين وبلاش كلام فاضي، الشعب راض مفيش غيرك عامل لي تقيل. ما تكونش ماهر يا شاطر واسم ابوك عطار والشاي على النار وقاعد لسه على الرمله، والحلوه تيجي تلاقيك فارش لها المنديل. قال يا امو بتع دي ناس بتوزع الاوهام، ساعدوا العدو بجهلهم في الحرب على الاسلام، وانا مش بلوم جهلهم، اللوم على الاعلام. قالت خلاصه الكلام، انا بنتي مش من وقمكم، شوفوا لكم ناس على قدكم، انا بنتي حلوه مثقفه، حافظه الاغاني كلها، احدى الشرايط عندها، ده لما تلبس بنطلونها الجنس كل الشباب تجري وتخطب ودها، ونانسي اقرب نفسها ما تجيش في حصه في شعرها، ولا تيجي ضفر في رجلها، طب والنبي لو شافها واحد اجنبي لا يجيب لها كل اللي يجي في نفسها، انا بنتي عاوزه جدع عايق يكون كسيب، ابوه في حزب اسمه ايه؟ ويكون من المحاسيب، او زي ابن ام بطه شغال على التهريب، او من بتوع النوادي، او يكون لعيب الجنب مليون جنيه ويجزء من الدين. قال يا أمو بتعة دي ناس بتوزع الأوهام، ساعدوا العدو. قال يا أمو بتعة اللي يرضى بالحلال هيعيش، مفيش بيوت تتبني بالغش والتهميش، هي الأغاني تداوي أم العرى، ولا الدول تتبني بالفن والكرة، ويا ريته فن صحيح لكن ملوش قيمة، فن الجريمة بقى على الشاشة والسيمة، وعادتنا حتى القيم اتقطعت أشلاء، فقد الشباب الانتماء بس المهم يعيش، تايه ما بين الفراعنه والعرب وقريش، وعلموه الاستكانه لاجل اكل العيش، وغصب عنه اتحجم بفتوى والاراضيش. عايزين نعيش يا ام بتعه زي خلق الله، نحمي الشباب من الفتن وبلاش من المغالاه، اللي انت عارفاه حرامي بس مش شايفاه، سرق عقولنا واخلاقنا بتلفزيون، صنح سلاسل وسحبك وانت ماشيه وراه. قالت له ام يا ابن زهير يا ابن ام عين حوله، عمال تلاقح كلام وتعيب ثقافه السلام، هو انت من دوله؟ قم في الزغور من هنا امور ما تحبسناش، بتجيب في سيره اسمه ايه والفجر لسه ما جاش، فاكر في يوم اسمه ايه؟ يوم احتفال اسمه ايه؟ ساعه ما مات اسمه ايه؟ وجه بدال اسمه ايه؟ عدم خليل اسمه ايه؟ يا ابن ام عين حوله، عمال تلقح كلام وتعيب ثقافه السلام، هو انت من دوله؟ قم في الزغور من هنا قم غربة تحبسناش، بتجيب في سيره اسمه ايه والفجر لسه ما جاش، فاكر في يوم اسمه ايه؟ يوم احتفال اسمه ايه؟ ساعه ما مات اسمه ايه؟ وجه بدال اسمه ايه؟ عمل قانون اسمه ايه؟ وبيه مخلي اسمه ايه؟ باشا في امن اسمه ايه؟ يقطع لسان اسمه ايه؟ لو جاب في سيره اسمه ايه؟ عقبال سلام ابن ايه؟ ويحطه في اللي اسمه ايه؟ تقعد سنين من حاش، فكرك تحوش اسمه ايه؟ هو اسمه ايه الحاج؟ قالت له ام يا ابن زهر يا ابن ام عين حوله، عمال تلقح كلام وتعيب ثقافه السلام، هو انت من دوله؟ قم في الزغور من هنا قم غربه تحبسناش، بتجيب في سيره اسمه ايه؟ والفجر لسه ما جاش، فاكر في يوم اسمه ايه؟ يوم احتفال اسمه ايه؟ ساعه ما مات اسمه ايه؟ وجه بدال اسمه ايه؟ عمل قانون اسمه ايه؟ وبيه مخلي اسمه ايه؟ باشا في امن اسمه ايه؟ يقطع لسان اسمه ايه؟ لو جاب في سيره اسمه ايه؟ عقبال سلام ابن ايه؟ ويحطه في اللي اسمه ايه؟ من غير محاكمه اسمه ايه؟ تقعد سنين من حاش، فكرك تحوش اسمه ايه؟ هو اسمه ايه الحاج؟ قال يا ام بتعه انت ايه؟ قصدك تخلي اسمه ايه؟ يحمشني في اللي اسمه ايه؟ من غير محاكمه اسمه ايه؟ اقعد سنين من حاش، انا جبت سيره اسمه ايه؟ وفرضنا قلت اسمه ايه؟ ما هو برضه ما غلطناش. قالت خلاص فضينا يا تقوم تغور من هنا، انا بنتي زي القمر لسه عرسها ما جاش، او زي يكون مقتدر ويكون كبير يا بلاش، انا راس هم الشباب والنفخ على الفاضي، فاكرني مكتب شؤون حديكم بنتي بلاش؟ قوم في الزغر من هنا قوم فضها سيره،
والباب ورا تقفله وتهوى في ستيره، واوعى تعتب هنا لو ليك كرامه.